أهلا بكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن الأردن سيبقى عصيا منيعا على الإرهاب والإرهابيين، مؤكدا جلالته أن العمل الإرهابي الجبان الذي جرى خلال الأيام الماضية في الفحيص والسلط لن يزيد الأردنيين إلا وحدة وقوة. المزيد في التقرير التالي. ومحرصنا حزامنا ظهر يشد الراس جيد، عزوة واللي قصد فزعاتها خير قصد، يا حرس لحدود افتل قايشك خله حديدة. حنا يا جيش قال جلالة الملك عبد الله الثاني إننا سنحاسب كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه. جاء ذلك خلال ترأس جلالته اجتماعا لمجلس السياسات الوطني لمتابعة حيثيات العمل الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في مدينة الفحيص والمداهمة لموقع الخلية الإرهابية المتورطة في مدينة السلط، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية. يا عدو الذيب حيد، ضربتك ما راح تصيد، وانت صيد تصيد ذلك لا عماد ولا عمد. وجدد جلالته خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد التأكيد على أن جبهتنا الوطنية القوية ووعي شعبنا الذي يرفض هذا الفكر الظلامي الدخيل على ديننا سيظل مصدر اعتزاز وفخر للجميع. حماسنا إن ننظف بلدنا وإقليمنا وديننا من هذول الخوارج بتشجعنا أكثر. ومن جهتها استنكرت الفعاليات السياسية والشعبية والشبابية في كافة محافظات ومناطق المملكة تلك العملية الإرهابية الجبانة، مؤكدة تضامنها التام مع الأجهزة الأمنية والقيادة الهاشمية. وأوضحت الفعاليات في بياناتها الصادرة أن تلك الجريمة تبين حجم الإرهاب والتوحش الذي وصلت إليه الجماعات التكفيرية والتي لا يمكن لأي عاقل تبريرها، مشيرة إلى أن هؤلاء الخوارج قد تجاوزوا كل الحرمات والأعراف السماوية والمواثيق الدولية وليس لهم دين ولا ذمة. آمنين الحمد لله وبإذن ربي للأبد، من هواشم من عشاير من حكومة إيد بيد، في تكافل يفتل من ضلوعنا حبل مسد، ما انكسرنا ولا انهزمنا ولا انطوينا. في موازاة ذلك استنكر رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن أعمال التطرف والإرهاب الخسيسة التي طالت أمن الأردن وشعبه، وأكد غبطته أن هذه الفئة الضالة التي تستهدف حياة الأبرياء لا تمت بصلة لأي دين ولن تؤثر على تلاحم ووحدة أبناء الأسرة الأردنية الواحدة الملتفين بعزم وإيمان وشجاعة وإقدام حول قيادتهم الهاشمية. وحامي أرضنا رب العبيد، ننتخي ونلقى طلبنا دوم، نبشر بالسعد عظم الله أجرك وياخذ بدين أهل الفقيد، جعل ربي يحسب استشهادهم شيء حصد، انت ردوا هذا رايد كله والله ما يفيد، مهما ردوا مهما راد الله يفعل ما أرد.